السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هادو ديال البوطه، دوك السوارت ديال البوطه. غادي يخصكم واحد الدائره بالنسبه للعبار ديالها، كل وحده غادي تعبر. المهم انا عندي 11 سنتيمتر اللي تنعتمد دائما، تجي بزاف الاشكال بزاف. المهم عندي 11، غادي تمشي غادي ديري لهم السورجي بهذا الشكل باش تهنيك من داك التنتيف اللي تيكون هنا. وغادي يخصك لاستيك، لاستيك بالنسبه للاستيك داك الرقيق. غادي نبدا بسم الله. بالنسبه للخياطه تنبداها تقريبا واحد السنتيم عاد تنبدا، وهنايا تنحطها بقياس الصباط هكذا. غادي ندير شويه على غيطمو دابا. شنو هادي؟ بقى ندور بيها، وهادي غادي نجبدها هكذا، وانا تنمشي بشويه عليه حتى نساليها. هادي غادي نديرها على غيطمة شوية، وهنا كذلك غادي نخلي واحد السنتيم باش مين فينيهم بالخيط والإبرة، غنحط وحدة على وحدة هكذا ونفينيهم بالإبرة صافي. وغادي نفيني الخيوط اللي فيها، وهذا هو الشكل النهائي. غادي ندور بهم كاملين بنفس العملية ونوريكم. دابا غادي نفينيهم من هنا بالإبرة والخيط، هذا الشكل النهائي. انا غير هاد التوب لي شاط لي هكا كل واحد في لون. تنتمنى تكون عجبتكم الفكره. مع السلامه.